مرحبا بكم. هل المغرب شريك في غارش بلاد بولاية تندوف؟ بعد إعلان الجزائر الشروع في استغلال منجم غارش بلاد العملاق، تعالى الكثير من الكلام في المغرب بأن الجزائر تخرق الاتفاقيات التي أبرمتها مع المغرب في سنة 1970 والتي تنص على الاستغلال المشترك لهذا المنجم، لدرجة أن الكثير من المغاربة تحدثوا بصفتهم شريك، ولكن في الحقيقة هم ليسوا شركاء. وسنأتي بالوثيقة الرسمية وسنأتي بالدلائل كذلك في هذا الفيديو إن شاء الله بأن المغرب ليس شريكا. وهذه الوثيقة من الجريدة الرسمية في جوان 1973 تقول: ونظرا لأن الجزائر هي مالكة منجم حديد غارج بلات الموجود في ترابها والخاضع لسيادتها الكاملة والشاملة، ونظرا لأن المغرب يتوفر بواسطة ترابه خاصة على إمكانيات لتصريف معدن حديد غارج بلات وشحنها عن طريق ميناء مغربي يقع على شاطئ المحيط الأطلسي، يقرران في إطار استثمار منجم غارج بلات أن يعمل على تضافر جهودهما وأن يتعاون وفق أفضل الشروط الاقتصادية، أي أن المغرب يمكنه فقط الاستفادة من نقل المعادن إلى موانئه، أي أن المغرب ينقل المعادن من غارج بلات إلى ميناء قريب في المحيط الأطلسي ويستفيد من ذلك، لكن الجزائر ستنقله إلى أقصى الشمال في ميناء مستغانم، ولن يستفيد المغرب من هذا الشيء، بل الجزائر ستحتاج إلى سكك حديدية وطريق معبدة. والسلام عليكم.